ان احنا لقيتك يمشي معي. لوي لوي تعال شوف شو صاير لك يا ابي. بدي اروح على حارة ابو النار وكسر له راسه لهالواطي. عم خير ان شاء الله. شو صاير لك ابي؟ شو صاير؟ طلقنا مرت عمي لانه ما رضت تجيب لطفيه من عندي. طلقها؟ ليش حتى يطلقها؟ لك ما تحكي ليش طلقها؟ لانه ابو النار ما بيرضى بنت مرته يكون متجوزها واحد. احكي. ابوك كان متجوز عوينيه. شو رايك يا ابي؟ شو هالحكي؟ لك تعال شوف انت وياه. لك معتز. لك عصام جيب اخوك تعال. لك تعالوا. روح اكيد روح ان شاء الله الله بيعوضك. فوق لشغلك ابو الحكام، فوق لشغلك. شو رايك اعمل لك كاسه شاهي تروق دمك؟ لو قلت لك سمعنا فوت لشغلك. فوق اذا بشوفك بحارة مره ثانيه رح كسر راسك. شفت عقيد؟ لك شو في؟ ابو النار لطيف يا لطيف جايين بشرب عيونك يا عقيد. اسمع لك ابو النار بدي احكي معك جوز كلام. لك اللي عم تحكي معي بهاللهجه؟ ايه لك اسمع لك هالكلمتين وحطهم حلقه بيدنا. انا رح احفظ الخبز والملح اللي بيناتنا ورح قلك انه سيرة ابو عصام لا بقى تجيبها على لسانك. وانت بتعرف الباقي يا ابو النار. الي وشو الباقي بقى؟ طالما عم تجيب سيرة ابي وعائلتنا انت بتعرف شو الباقي. لا ما بعرفه. ابوك واحد عوايني ولادي رواعتي لانه تجوز عوينية. انتو اثنين قليلين ترباقي ولا اصحاب لك. قرب يا شوف. قرب يا شوف. خلاص لك وصلت معك الوصية تتهجم علينا من اسحارتنا. ابو النار صلوا على النبي الله يرضى عليكم. ها بدكم نحكي بنحكي. ما صار في حكي بيناتنا بنوب. بنو حالكم روحوا على حارسكم يلا. ولك هذا حكي ظلمات. هذا مو حكي ظلم. وما تعودنا منك تحكي هيك حكي لك ابو النار. نحن ما تعودنا منكم تكونوا عوينية تتهجموا على حارات الناس وتكونوا قليلين ادب. يا بكرمال انت فجرت الباب. فجرت انت يا خلاص يا النبي خلاص. لا خلاص يا ابو عصام خذ اولادك وروح من هون بالتي هي احسن. ها انت ما تحكي بس نحن نحكي. نحن عند القول وقول وفعل. نحكي ونحلها ونحن اللي بنصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حتنحل حتنحل. وها امشي قدامي. شفت بعينك عقيد؟ شفت بعينك؟ ضربوني قدامك وتهجموا عليك من نص حارتك عقيد. هدول ما بيسكت عنهم عقيد. ها انا بعرف شو ربيهم. ابو الحكم مر عقيد اجمعني وشال حالها لشوف يا مر عقيد.